في هذا العالم المتغير الذي تتبدل فيه الثوابت بسرعة رهيبة، وفي هذه المنطقة العربية التي أصبح كل شيء فيها قابلاً للمساومات وأحياناً الفوضى، نسأل أنفسنا سؤال: كيف يمكن أن نربي أبناءنا؟ وعلى أي اتجاه أو أسلوب يمكن أن ننشئهم؟ إن الإجابة بالتأكيد أنه في زمن الفوضى يجب أن نربي أبناءنا على التمسك بالقيم الحضارية والنظام، وفي زمن التغيير المخيف يجب أن نربي أبناءنا على احترام الثوابت، وفي زمن المساومات يجب أن نربي أبناءنا على عدم المساومات. وإن كان لي شرف أن أتكلم عن تجربتي الخاصة منذ صغري داخل جدران هذه المؤسسة التعليمية الراقية، فإنني أرى أن النظام وحب العمل والثقة بالنفس والإحساس بالمسؤولية والإقدام على المبادرة والتفكير البناء واحترام الآخر هي قيم ومعاني قد تعلمتها من خلال هذه الرحلة العلمية والتربوية الفريدة التي جمعت بين حضارتين من أهم الحضارات، الحضارة المصرية والحضارة الألمانية. فليس بالعلم وحده يبنى الإنسان الذي يصنع الحضارة، وإنما بمزيج من الوعي والقيم الإنسانية والحضارية كي يصبح فردا خلاقا ومؤثرا في محيط عمله ومجتمعه بشكل إيجابي. كانت المدرسة الألمانية هي الحاضنة في خلق منظومة نفسية وأخلاقية يرى بها خريج المدرسة نفسه والعالم بعيون واثقة، ويتطلع لجعل محيط عمله أكثر مثالية وبناء. كما لا أغفل احترام المدرسة للقيم المصرية والعربية والإسلامية، ذلك الدور الذي سأظل ممتن له للمدرسين المصريين الذين أدوا واجبهم معنا على أكمل وجه. فهذا الجوهر هو الفرق بين المدرسة الألمانية وبين العديد من المؤسسات التعليمية الاستثمارية التي انتشرت بصورة كبيرة في مصر والعالم العربي. فبريق أسماء هذه الشهادات في المدارس الأخرى لم يصنعه مستوى التعليم والتربية بقدر ما صنعه فريق الدعاية والتسويق، وقيمة هذه الشهادات لا تحتوي على المضمون بقدر ما تحتوي على الشكل. أما هنا في المدرسة الألمانية فالمضمون كان دائما هو الأساس، وإذا تكلمنا عن الشكل فكل شيء قد بدأ من هنا، ثم بدأ الآخرون في التقليد. كم أحمل في قلبي الكثير من معاني الحب والاحترام والود. وإذا كان لي في نهاية كلمتي أن أصف رحلتي في هذه المدرسة الفريدة، فإنني أعتبرها من أكثر الخطوات مباركة في حياتي، وأشكر والدي ووالدتي على هذا التشريف. وأقول لأولياء الأمور: ثقوا في هذه المؤسسة التعليمية الفريدة، وأرسلوا إليها الأبناء بفخر وتفاؤل، وتعاونوا معها في بناء شخصية أجيال مستقبل هذا البلد الطيب. أحمد شاكر.